حق هذا علي بن ابي طالب، واقفين هنا متفقين ويا الشرطه، قالوا ماكو شيء، سلميه سلميه. 30 سياره قوات من بغداد طبت لنا وشردنا من الحنانه وطبوا لنا الحنانه، صوتي رمان صوتي وهذا سويسين الدموع وطلق حي كلها، وطلق حتى طلق حي رموا علينا، وهاي الوالد كلها طايحه، اريد نشيل ربوع ما يخلونا. هن ضربوهن علينا، احنا واقفين مسافه شقلك منا 10 امتار بيناتنا، اجى واحد من عندهم رتبه سولف ويانا، قال ما يصير تقطعون الشارع، بثنا ما قاعد نسولف انسحبوا، بقى بس واحد من عندهم اسمه محمد، صاحوا عليه محمد تعال، اجوا بنصنا بيناتنا، افتروا مو الدوريات لحقونا، اجوا عاد ياخذون صاحبهم يصيحوا له، افتروا بيناتنا، حشروا الولد كلهم من هناك، يا دوب لحقنا نشرد، احنا قليلين ايش كم واحد. يجوا عاد بحجة سيفونا يعني وذنوا ضربوه، وبعد مو بس ذني بعد الوليد اخذوه من عدهم. هاي عدنا والله ما عدنا غير هاي شهد الله بس بهاي، وترمونا طلق حي، شنو ذنبنا؟ نطالب بحقنا يا عمي، ما نريد شيء، ليش ترمونا طلق حي؟ شنو ذنبنا؟ شباب شنو ذنبنا احنا يا عمي؟ هذا بس بهذا والله. يعني اليوم دخلنا باليوم الرابع، عندنا يوميا يسقطون عندنا 5 إلى 6 شهداء، يعني خو يوم امس كان هو اليوم الاقصى على محافظه النجف 18 شهيد، ويعني تقريبا اكثر من 2000 جريح. طبعا كنت موجود بدائره الطب العدلي بالنجف، كنت اشوفه بعيني واسوي لهم يعني احسبهم، وحتى لما يدخلون بداخل يعني بالسجلات كنت اوثقهم واصورهم بموبايلي. لحد يوم امس كانوا 18 شهيد واكثر من 853 جريح. طبعا بعدين لما طلبت من ابو الطب العدلي انه لازم يحكي لي، قال انا ما اقدر احكي يعني حتى بالموبايل، لان احنا مرتبطين بوزاره ومنتظرين قرار الوزاره. يعني ورا نص ساعه تقريبا خابروا الوزاره قالوا لهم احنا شنو الموقف اللي نطيه للناس، قالوا قولوا لهم 5 شهداء و18 جريح. يعني حتى ابو الطب العدلي الرجال همتين يعني ضميره أنبه، قال انا ما اقدر احكي لك لانه انا قاعد اشوف قدامي هالقد عدد الشهداء. تفاجئنا اليوم انه الصحه مديريه الصحه اعلنت 15 شهيد فقط و50 جريح، في حال انا اللي مصورهم بموبايلي واللي موثقهم حتى بالسجلات مال الطب العدلي يوم امس كانوا 18 واليوم عندنا 5. الموضوع موضوع ضمير اللي يتستر على هيك جريمه، طبعا هذا شريك يكون بالجريمه. لكن سؤالنا للي القناص اللي قاعد فوق قبر الحكيم ويقتل بالمتظاهرين، شلون تنام ليلك وانت متلطخ ايدك بالدم؟ شلون تقدر تاكل؟ شلون تقدر تباع ابوجي ابنائك؟ تخيل يعني انه تخيل ذول اللي سقطوا واحد منهم اخوك، واحد منهم ابنك. يعني ما نقدر نحكي، انا البارحه يعني بس اللي بايدي شايلهم 4 من اصدقائي. واليوم يعني حتى الصبح لما رحنا يعني بالبدايه ما كانوا يقتلون، بس بعد خطبه الجمعه بلشوا بينا، بلشوا بالقتل، اصابات. شوف يعني حتى قبل شويه ابو الاسعاف يتصل علي يقول لي اذا عندك علاقه باي مسؤول خابره خليه يفتح لي الطريق، لانه قاعد اتصل على دائره الصحه بس اردهم يفتحوا لي الطريق، ما حد يرضى يفتح الطريق. يابا ليش؟ لان القناص قاعد فوق قبر الحكيم وضرب ابو الاسعاف 3 طلقات بالسياره مالته ومنعه انه يدخل يشيل الجرحى. خابرت له على مديريه الشرطه، قلت لهم يابا هذا ابو الاسعاف، قالوا والله احنا ما عندنا علاقه يعني بالقناص اللي قاعد فوق، وما نقدر النادي وانقلاب افسح المجال يعني للي لو الاسعاف اللي قاعد يطول. يعني على العموم هذا اللي قاعد يصير، هذا اللي قاعد يمر بينا بهاي الايام الحزينه اللي بالنجف. كل اللي نقوله يعني كل اللي قاعد يصير هو بذمه عادل عبد المهدي، كل اللي قاعد يصير هو بذمه كل مسؤول صوت عادل عبد المهدي، كل اللي قاعد يصير هو بذمه كل انسان ايد يوم من الايام عادل عبد المهدي ودافع عنه. والاتعس من هذا كله حتى بالفيسبوك لما تكتب
سرايا عاشوراء قاعدين فوق قبر الحكيم وهم اللي قاعد يقتلون بالناس، يقولوا لك لا تحكي على الحشد الشعبي. احنا ما جينا نحكي على الحشد الشعبي، انا قاعد نحكي على الناس قاعدين فوق يقتلون بالناس، سواء كان سرايا عاشوراء غيرهم اي جهه، بس المهم هم اللي يحمون قبر الحكيم منه هم سرايا عاشوراء. حتى قبل شويه المحافظ النجف يعني بعد يومين من العمليات القتل صرح قال سرايا عاشوراء هم اللي قاعد يقتلون بالناس، منه بعد اليوم عنده ضمير ويسكت عن اللي قاعد يصير؟ على العموم احنا كل اللي نريده انه الامن والامان لمحافظتنا، ونطلب من المتظاهرين انه يديرون بالهم من اللي قاعد يصير الى ان يصير حل لهاي الناس اللي قاعد تتذبح يوميا. واقف بالمنارة ويرمي حتى ما يوصل لي. إلا تعال بدون سلاح. تعال بدون سلاح. ارمي ارمي خي. يلا ما يخرج يطلع. يعني أعتقد أن التظاهرات السلمية والاعتصام السلمي في محافظة النجف أثر وبشكل مباشر على أحزاب السلطة، الأحزاب الماسكة بالسلطة لا تريد استمرار التظاهرات بهذا الشكل السلمي. كل ما بالأمر أن هذه التظاهرات السلمية ولدت رأي عام دولي ضدها، وهذه تظاهرات سلمية بالفعل هي من تحقق المراد والمطالب الحقة التي خرج من أجلها أبناء الوسط والجنوب. أنا أعتقد ومتأكد والحكومة تعرف تماماً أنه لا هنالك أطراف سياسية حزبية وحتى خارجية أرادت حرف التظاهرات وإشاعة الفوضى في النجف والناصرية وبغداد والسماوة وباقي المحافظات المنتفضة. تريد من إشاعة الفوضى هي التمسك بالسلطة لفترة أطول. كانوا يراهنون الشباب النجفي على الوقت خسروا الرهان، كانوا يراهنون على الجو خسروا الرهان، كانوا يراهنون على الأعداد، ازدادت الأعداد كل يوم، الأعداد تزداد في ساحة الصدرين. لذلك هم لم تعد أي ورقة يلعبون بها، تلاعبوا بمشاعر المواطنين والمتظاهرين وخصوصا الشباب الغاضبين والمندفعين. الشباب غاضبين ومندفعين بسبب عدم تلبية مطالبهم من قبل الحكومة ولا جهة معنية سمعت أو لفتت الأنظار لهم، لذلك اتجهوا إلى زعزعة الأمن واستغلال مشاعر هؤلاء المنتفضين لإشاعة الفوضى. وبالفعل اليوم الثاني النجف تنزف، عاصمة الشيعة تنزف تذبح بيد الأحزاب الماسكة بالسلطة، وأعتقد أن هذا المخطط هو مدروس لفض الاعتصام والقضاء على هذه التظاهرات السلمية الواعية التي تطالب بحقوقها المشروعة. بات الطرف الثالث في محافظة النجف واضح جدا ومعروف ومكشوف. نستغرب ردة فعل الدولة والحكومة من عدم اتخاذ إجراءات رادعة لحماية المواطنين وأيضا حتى المؤسسات. نجد أن هنالك تعمد من قبل الحكومة إلى دفع المزيد من الفوضى وإشاعة المشكلات في المحافظات لتتسبب بمزيد من الدماء. يعني أنا أعتقد أنه رسالتنا واضحة، من يوم خرجنا إلى اليوم اتفقنا على أن التظاهر مستمر حتى تحقيق المطالب. إذا أرادت الحكومة أن تفضل الاعتصامات في ساحة الصدرين فعليها أن تحسب حساب واحد، أنها تفض على حساب جثث جميع المتواجدين في هذه الساحة. كما تشاهدون الآن سيارات الإسعاف لمدة يومين تستمر بنقل الشهداء والجرحى من ساحة من ثورة 20 إلى ساحة الصدرين ومن ثم إلى المستشفيات. Thank you.
كلان النجف الأشرف ساحة الصدرين. المتظاهرين اللي موجودين اللي هنا قبل الحادثة اللي صارت مال ثورة العشرين. الشباب هنا أكثر من 33 يوم بكل سلمية وكل أدب، لكن ما لقوا أي واحد يسمع صوتهم، لا محافظ ولا مجلس ولا غيره، ويقسمون المناصب ولا وزير ولا رئيس وزراء ولا كائن من يكون. ناس تعبانة وبردانة وكتلها الضيم وكتلها التعب، التجأت إلى أنه صعد تصعيد سلمي، صعدوا لقطع الشوارع. بعد انقطعوا الشوارع صار تضمر من عندهم، ما استجوبت وياهم الدولة، حرقوا إطارات. لا أجوا من أفغانستان ولا أجوا من باكستان ولا أجوا من إيران ولا أجوا من السعودية ولا أمريكا ضدهم فلوس، حصر عليهم الألف دينار. ما عنده يأكل، شاب ما عنده يأكل ومتظاهر 33 يوم ما حد احترمه. طلعوا يقطعون الشوارع من ثورة العشرين من هاي الجهة ومن ذيك الجهة، ادنوا إلى رأس المجسر. رأس المجسر قطعوا الولد وشعلوا الإطارات، قام عليهم الحماية مال مرقد الحكيم، شتمهم ركضوا عليه شباب، قالوا له شلون شتمني؟ واحد من عندهم شمر عليه التاير احترق الكرفان. من احترق الكرفان كأنه بيت الله احترق. الله عز وجل يقول قطرة دم المؤمن أهون علي من هدموا بيتي، هدموا الكعبة ولا قطرة دم مسلم تجري. أمس النجف بها ألف بين جريح وشهيد، 22 شهيد والباقين جرحى. أمس برجلة إصابة بإيده، إصابة برأسه، اليوم الجماعة باحترافية جابوها باحترافية بالمفرزة الطبية. احنا هسه بساعة الصدرين وهذا وضعنا السلمي. الطلقة لو تجي برأسه لو تجي ببطنه لو بقلبه، يعني أبو ستوته هنا يطقونه. بالإضافة أن دخلوا مجاميع يأخذون الشباب، تعالوا لان يشتفونهم ويأخذونهم يعتقلونهم يحطونهم داخل المرقد يقولون ذولا رهائن. احنا رسالتنا للعالم الان النجف في إبادة، اليوم 7 شهداء و380 جريح اليوم، وامس عندنا 1022 شهيد وقرابة 980 جريح. يا ناس، يا عالم، يا أمة، يا بتبوع للعراق، تبوع للنجف، أولاد الإسلام جاية تموت على شنو؟ على شنو بس يريد نفتهم على شنو؟ الآن الشباب حتى من جاي يروح، حتى من جاي يطلع من ساحات الأهل يروح، الأهل يقتلونه، هذا الجسر احنا منا نص النجف منا تطلع، يدخلون علينا بسكاكينهم. زين هنا بداخل الخيمة بكلية القانون ذولا ناسنا، تجي طلقة تايها لو تمولها بمسدسات. بس نريد نفتهم. رسالتنا للعالم، محافظ النجف الأشرف من الساعة طلع، تعرفونه لؤي الياسري اللي ما نريده محافظ ولا هو ولا كائن من يكون، يقول اللي جاية تقتل النجف سرايا عاشوراء ومرقد الحكيم. كان أنت يا سيد مع احتراماتي إليك، إذا أنت محافظ هذا تصريحك، وين قواتك الأمنية؟ وين الشغب؟ وين شنو شغلكم؟ هذا مو حكي يا سيد، يعني يا اخي اذا ما تعرف تدير المحافظه اطلع سلموها للقضاء. استخباراتكم وين؟ شغلكم وين؟ شنو لابس لديك داشه او لابس لعمامه او لابس البرموده ويطلع يقتل بولدنا عم اليمن؟ شو مسوين؟ اكو واحد من عندنا شايل غير العلم؟ اكو واحد من عندنا شايل غير الورده؟ يا بن سولف بكل خلق وكل احترام، نريد وطن بقوانين تحفظ حياتنا وكرامتنا. احنا مو اعداء لا لكم ولا للاسلام ولا للمذهب ولا لله ولا للمسيح ولا لليهود ولا كل الناس، احنا ناس نحب الحريه، نريد نعيش بكرامه. يا اخي والله طلعنا وانتخبناكم مره وعشره بس لقيناكم ما بيكم حظ. يا اخي ما تعرفون تديرون البلد، اطلعوا كلكم، انتم وحزابكم كلكم، ما بيكم الشريف، لا عضو مجلس نواب ولا عضو مجلس محافظه ولا شخص ولا حزب ولا كائن من يكون. يا اخي دمرتوا البلد، عراق كامل ما بي مدرسه بها حظ، عراق كامل ما بي مستشفى بها حظ، تقتلوننا على يمن، تقتلون نجمع الف الف الروح حمزين، هذول ولادنا الله يخليهم طلاب الكليات والصحه يجون يعالجونا، او كل ساعه وجيتوا قتلتونا منا على طلع عليكم. ليش احنا بس نفتهم شنو الذنب اللي سويناه وياكم؟ عمي رسالة للعالم، رسالة للناس، انقذوا النجف، ذولا ما يتخلون، ذولا ما يعوفونا بأشكالهم، هاي الأشكال. هذا القائد.
هاي الاشكال هيك يدخل لابس دشداشه ولابس لي كذا ولابس لي منطران ويكتل بولدنا بدشداشه بدشداشه ولدنا ماتوا الله وكيلكم عم تلاحقونه اتلاحقونا يا عالم يا اسلام يا دنيا. احنا مستعدين نشيل سلاح بس احنا ما ردنا. احنا ما نشيل سلاح ولا يمنا سلاح، احنا ناس طالعين بطرق انفسنا سلميه ونبقى سلميه لاخر يوم بحياتنا، اخر يوم بحياتنا نبقى سلميه او نشتغل بالعقل والمنطق. فرجاء رسالتي للعالم، رسالتي للدنيا، خلي توصل للشرفاء. والله العظيم تعبنا، صار لنا 36 يوم. من حسين الشيء تكت بصيف وطلق حي، والله العظيم طلق حي. دولة اثنين دولة. الإنقاذ فريق طبي يروحين مصابين جرح هناك موجودين يرجع. ليش يابا انت رجعت؟ يرجع خالي الوفاض. ليش رجعت؟ يقول لي والله قناص يضرب جوا رجله، رجع ما يقدر يروح ينقذ. زين هذا راح يعني راجل يمشي ورجع، راح ابو الاسعاف، رجعت الاسعاف مضروبه، اذا ابو المسعف يروح ينضرب والابو الاسعاف ينضرب، المصاب من ينقذه؟ المتظاهرين نقضى ما يطب، ابو الاسعاف ما يطب، راح يظل هناك يستشهد وينحصر اول وتل. حتى لو نقدر احنا ننقذه فما راح يوصل لنا بالوقت المناسب اللي يريد يعني ننقذ حياته بقدر الامكان. اللي يضرب المسعفين شو اسمه اكو قناصين اما على بنايات ما معروفه يضرب جواك او لا يطلع لك من مكان امامك يصير ويضربك. زين شلون راح ينقذ؟ شلون راح يشتغل؟ هو مسعف طبي شلون راح يشتغل؟ يعني بطنه صدره راسه رجله باي مكان يصير امامه يضربه ما يعرف. اول امس اجتنا حاله مضروبه بصدره، مفتوح صدره من هنا، يعني هاي مو اصابه قاتله. زين اصابه هنا ببطن، هاي شنو فاتحه لهاي من هنا؟ هاي شنو اصابه اليوم هنا اجتها بصدره؟ هاي مو قاتله اللي برجله. وحتى اذا ما ضربه بقناص او رشاشه يكون شبه بالهروات يضربه ويكسره. اغلب الحالات اجتنا مكسرين بالهروات. تساله ليش انت؟ يقول لي انضرب بالهروات. حالات خلع كسور بمختلف مناطق الجسم، مو منطقه محدده، وين ما يصير قباله يضرب. الشغب قاتل هو هناك بالمناره. لا طلعات ايرانيه داخل الحكيم. أمس بالليل اعتقلونا، خوش الساعة تقريبا 9 9 ونص طبوبانا داخل الحكيم، مجموعة ما نعرفهم، خوش عينا لابسين أسود، طلعانا اليوم الظهر بعد ما من ولد حرقوا الحكيم، من حرقوا الحكيم طلعانا شمران، رادوا يغيرون مكاننا، اجوا نزلنا كان الجنانة طلعانا، خوش قبل هاي الموجودة بيها جهات ما نعرفهم، مو الشغب ولا الحكومة، الموجودين حماية مرقد الحكيم والاطلاعات الإيرانية. لأن هناك جوا عندنا كمبيوتر ومقر قيادة كامل. خوش هكذا هنا. أمس مسلمين ياخذوهم من عندنا تقريبا 29 واحد. بيهم خمسة كانوا مسوبين. يجي يدوس يدوس الإصابة ما تبيده. يقول لا توبة. أنا حلوان ما تبيده.
احنا المفرزه الطبيه اللي موجوده في ساحه الاعتصام في النجف الاشرف، اغلب الحالات اللي اجتنا خلال اليوم طبعا البارحه فاقت 500 جريح، ولحد الليل كان 14 شهيد. نسال الله عز وجل ان يتقدم غمدهم في واسع رحمته، والجرحى ان شاء الله يا رب الشفاء العاجل. واليوم فاق الجرحى 80 جريح، والشهداء لحد الان 5 شهداء. واغلب الحالات اللي اجتنا طبعا حالات حرجه، اطلاق حي، واول البارحه كان طبعا مسيل للدموع، لكن البارحه واليوم لا، طلق حي، والحالات اغلبها حرجه لانه الاصابات في الصدر والبطن والفخذ، بس اغلب الحالات صدر وبطن، يعني الظاهر اللي ضارب يعني بالعربي نصح لك التال، يعني مو شغلة إصابة أو شغلة يريد يصوبه، لا الظاهر يعني المقصود بأنه قمع المتظاهرين، لكن الحمد لله والشكر المتظاهرين في تزايد، وأعدادهم في تزايد، وهمتهم في تزايد أكثر، والحالة تحولت إلى يعني غير أمور. أغلب المتظاهرين هم اللي موجودين صار عدة شغلة، ثار إضافة للوطن، ثار الوطن صار ثار عشائري بهالموضوع، والحمد لله وشكرا إن شاء الله أكثر الحالات حاولنا اللي نقدر نسقفها، والبقية اللي حالها الحرجة نحاولها للمستشفيات. اجتنا حالات قناص وحالات إصابة، والسلاح كله سلاح ثقيل، كرر بأنه الإطلاق كله حي وكله إصابات، موجودة إصابات في الرأس والبطن والصدر أغلب الإصابات. البارحة على مواقع التواصل الاجتماعي دائرة صحة النجف، مستشفيات النجف، مستشفى الحكيم، مستشفى الصدر طلبت مناجدة وإسناد من الكوادر الصحية كافة، هرعنا للتبرع بالدم وإنجاد المتظاهرين والمصابين كافة. أثناء محاولة الإسعاف في مجسرات ثورة العشرين وأثناء نقل المصاب، كان المصاب مصاب في طلقة نارية في صدره بالرصاص الحي، أثناء عملية نقل المريض تمت إصابتنا بعيارات نارية صجمية حديدية في منطقة الرأس، أسعفنا أنفسنا وكملنا، رجعنا مرة ثانية لساحة الاعتصام نجدة المسعفين مرة ثانية، كررت الحالة مرة ثانية في اليوم التالي على التوالي. أثناء عملية إسعاف المصاب وهو مستلقي على الأرض تعرضنا لضرب بالعيارات النارية الحية وغير الحية ومن الغازات المسيلة للدموع في منطقة الرقبة والرأس والصدر واليدين كذلك. احنا مسعفين، احنا من ضمن الكادر الصحي، رحنا حتى ننقذ المتظاهرين، حتى ننقذ المصابين، واحنا ننقذ المصابين تجي شرطة مكافحة شغب، جهات خارجة عن القانون، من ضمن القانون، لون برا القانون، واحنا قاعد نسعف المصاب اللي واقع على الأرض يجيك يضربك منطقة الصدر ومنطقة العنق ومنطقة الرأس بدون أي رحمة، وانت بنفس اللحظة اللي قاعد تسعف فيها المصاب، يعني مصاب واقع قدامك تريد تشيله يجي يضربك، جهات خارجة عن القانون، لابسين مدني بالزي العربي، نص لابسين شماغ، نص لابسين عمامة، قرب مرقد السيد الشهيد، قرب المدرسة الدينية،
الضرب بشتى انواع الاسلحه الناريه والحديديه والصجميه، وانت قاعد يعني شخص واقع قدامك تهرع عليه حتى تنقذه، حتى السعفه يجي عليك وانت قاعد السعفه يضربك. هذا هاي الاجراءات اللي قاعد يسووها اجراءات خارجه عن القانون، خارجه عن الاطار الانساني والاسلامي. بدينا هاي خمرة وهذا البس بس ذني بدينا ما عدنش بس ذني بدينا هم طلق حي قاعد يضربون بينا أغلب الإصابات اللي قاعد توصل للمفرزة أغلبها تكون إصابات بالصجم بمختلف أنحاء الجسم، أما الإصابات بالإطلاقات النارية فأغلبها بمنطقة الرأس والصدر. الحالات الخطيرة تحال إلى مستشفى الصدر أو مستشفى الحكيم لإجراء التداخل الجراحي. أما الحالات اللي يمكن إسعافها هنا وتقديم الخدمات إلها فيتم إسعافها ومعالجتها تضميدها هنا، وبعضها يذهب إلى الاستراحة بالخيام المجاورة. الأغلب الموجودين هنا من الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة والتمريضيين يقومون بجهود جبارة على مستوى يومين ما استراحوا. أعداد الجرحى بالمئات، أعداد القتلى بالعشرات. ننتظر الإحصائيات الرسمية من المستشفيات ومن الطب العدلي لبيان أعداد المصابين. قلبي ارفع الفارين ارفع الفارين اتاكد عنه ارفع الفارين
انتظر نشيل من ايده نشيله من ايده افتح قم هالكاميرا عندك الخيمه سراج الدنيا سراج طلع بيد سراج شيل الكاميرا جبت سراج عوبه ما ولا عنده صار بيد جبتوا ولا الثاني عنده صار بيد لا خلي تسجيل خليها تسجيل ها سراج ما عندك بس ثاني ما عندك شيء ما عنده شيء خالي ما عنده شيء سيفاضل ما عندك شيء انت ايش طبوا بك قاعد لك لا تدخل زايد يا سراج لا تدخل زايد قلنا مدنيين يرمون لابسين دشاديش ها مدنيين يرمون لابسين دشاديش ها والله يرمون هو هذا الرماني لابس دشاديش صورته لماك شنو هو كان يستهدفك نصقمص شنو يعني هاي شنو بيك من نصقمص نصقمص لا لا مو نصقمص هاي مو نصق مصاد طلق مطاطي طلق مطاطي هذا انا حسيت الطلقه جت بالعمود لو وقف انا وراه وين الطلقه جت بالعمود لو انا وقف وراه بس هذا مطاطي هذا ما ادري هسه جسمك ما بي شيء بزلني وجهه وفتح ما تدرج لك سراج ما تدرج لك ما بي هاتي فانك مو سراج حط خبر وليد فلا يلا ما فيش ما ادري خشمك ما ادري خش هذا سنف نزف ما ادري ما اعرف شوي انا صح صح ماري مؤمل كان هناك يم يشوفه وينه مؤمل حلاق سراج شوف لازم ياخذ لك مستشفى يسوي لك اشعه خشن واشعه ايده خاصه تخا ما بيش وين خاصه شوف انا كوبينه راح احط فيها سراج كافي
الله قاموا يلحقون برانا ويضبونه، ضمانات صوتيه، صدشين، كمشوا جماعه ثلاثه طبوبان بالسجاد، شاردنا على حنانه وقاموا يضبونه رمي حي، عدي طلق ضامن هناني اجيبها لكم. واحد من جماعه الصواب طاح، جت هنا وحده، واحد بظهره، وانا الصواب وتوق بدمعك. يا عدم خوف الله ولا احد. وكم شيء يقول لبيك يا حكيم وبالبكيس يضب علينا. وواي شباب طاحت الذله، والله قلت له قناصات ويضبون علينا. وطاحت ام الحكيم طاحت اني وشالون الجماعه. جماعتي صوبوا وانا طاحت ما حشاني. عفى الله على واحد شاني وضبونا. والله احنا تجمعنا ولاد بعض الظهر وجاوا هم الجاشيش لابسين قاموا يضبون علينا وشاردنا. هم جماعه عمار الحكيم قاموا يضبون علينا. كم شوب الشباب دبوا بالسداب جوا وبالبكاسيات وذبك يا عمار الحكيم. اي واي حطوهم بالسداب واحنا شاردنا. كم شوب بالعشرين واحد هاي طاق ملاتهم قاموا يضبون علينا وهاي مصابين احنا. وهاي كمشوا شباب استقلوهم وقسم الصوباو ولا عدم خوف الله جماعة عماد الحكيم. هاي شوف عندكم كلهم صوبة الشباب. وهاي طينا شهداء جرحى هواي. That's
شغل ما عليك جو داخلي اي بدر Come on!